السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر ايس فلوغز. كما وعدتكم قلت لكم ديما غادي نولي تندير دي فلوغ. سمحوا لي تعطلت بزاف ان شاء الله. فلوغ اليوم جديد، فلوغ رقم 32. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السعاده وبيس ديما. بقاو معايا. كما تشوفوا دابا غادي ان شاء الله بحول الله لواحد البلاصه زوينه تمشيو ليها غير بالطوموبيل، ولكن بغيت نمشي لها على رجلي دابا حيت الصراحه المنظر زوين. من تمشي على رجليك تقدر تشوف بزاف الحوايج. المهم واحد المدينه جات فواحد البلاصه بين واحد الجبوله، المهم خليها مفاجاه حتى تشوفوها ان شاء الله بحول الله. انا دابا خرجت من الدار دابا وقيلا شي 5 ديال الدقائق ولا ديال 10 ديال الدقائق ديال المشي، مازال خاصني واحد نص ساعه ديال الطريق، ولكن مزيان باش نديروا الرياضه. وصلت الطريق دابا، غادي نحبس باش ما نديرش لكم الصداع. كنحترم المواطنين اللي مشاركين في القناه. كان واحد البنت ديما تتشكى ولا واحد الاخ ما بقيتش عاقل ديما تيقول ما تصورش حدا الطريق. هاني حبست اخويا جاي في الطريق، هي تبان لي واحد الارنبات، واحد القنيه تتحك، ما عرف واش فيها الجربه ولا فيها ما عرف. المهم لقيتها تتحك ما بغاتش تتحرك. هاني غنوري لكم سميتو فيديو الا مازالت تتحك، حيت راه مازالت دابا تتحك. المهم غندير لكم فيديو تشوفوا راهي مور هذا الربيع هذا. غنشوف الا قربت ليها راهي راه الارنبات وداك الشيء حيوانات تعجبني. هاهي هنايا مخشيه هنايا راهي الا بانت ليكم مزيان. بانت لي تتحك مع فيها الجربه دابا راه خلعتها واقيلا. شو قربت حداها وما تخلعاتش. كون كانت هذه في المغرب كون راه كلاها وكون انا اللي كليتها انا الاول. سبحان الله هادو سبحان الله هاد القنيات هادو مولفين الناس كما تتشوفوا هانتوا. هاي قريبه ليا بجوج مترو مولفين الناس بزاف تيتخلعوش كاع، خليها تمشي في حالها. كما قلت لكم كاينين بزاف ديال الناس اللي تيسولوني تيقولوا لي الجامعات واش كاينين شي جامعات في هذه الولايه اللي ساكن فيها انايا. كاينين اخوتي كاينين الجامعات، كاينين بزاف الجامعات ان شاء الله بحول الله. الا قديت نزيد نمشي على رجليا كاينه واحد الجامعه زوونه نقدر نقول لكم الناس اللي بغاو يتقيدوا فيها ولا بغاو يجيو لهذ الولايه ويقراو لي زانفيرمي هذاك الشيء ديال التمريض ولا الطب ولا سميتو. تتخلص 4000 دولار في السوميستر، السوميستر ولا التريميستر، المهم 3 شهور، 3 شهور تتخلص 4000 دولار الناس اللي بغاو يجيو يقراو على راسهم. هي دابا نقدر نمشي ليها وتقدروا تشوفوا، نقدر نمشي ليها وندير فيها شي فيديو تما باش تشوفوه ونعطيكم السميه بيس. سي خواتا ثاني قربت للجامعه اليونيفرسيتي. ها هي ها هو واحد الجهه ديالها هي هذه كما تتشوفوا، ومازال واحد الجهه اخرى غادي نمشي ليها. خوتي خواتا ثاني دابا غادي نمشي للجامعه باش تقراو المعلومات، باش الناس اللي باغيين يجيو لهنايا ولا عندهم فرصه باش يجيو لهاد البلاد هذه يقراوا. هما ها هي الجامعه هنايا كما تتشوفوا، غندير لها الزوم. كما تشوفوا راه ديال التمريض، راه هي نيرسين اند هيلث ساينسز. والناس اللي باغي يتقيدوا ولا شي حاجه يدخلوا للسيت ديالهم، يدخلوا لهاد يونيفرسيتي هول نيت، يدخلوا للسيت ويدخلوا يشوفوا الشروط ديال التسجيل ديالهم لانسكريبسيون ديالهم. ونتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم السعاده. القنيه اخرى انا زهري غير مع القنيات اليوم ان شاء الله. بانت لي هنا راه هي راه خوتي الجامعه الناس تقرا على راسها. المهم بغيت نشارككم، بغيت نقول لكم واحد المعلومه. شوف الناس شتي تشوفوا هذيك المكانه مريقله، هاي 8 قل 4 قل 15 دقيقه. بغيت نقول انايا في المغرب ما عندناش شي مكانه، عمري ما شفت شي مكانه محققه سيرتو في محطه ديال التران. الماكن ديال التران تتلقاهم معشش فيهم طير بكار باللارج، تتلقى داك بو بريس وكذا، حتى شي مكانه ما مريقله. قلت لكم واحد القصه طرات ليا شحال هذيك من كنت نقرا في المغرب. 5 سنين وانا في لافاك ديال المغرب، 5 سنين وانا في لافاك ديال بكناس مولاي اسماعيل، عرفتي كان عندي واحد الامل كبير الناس كذا. تنفق كنت اول عام ديالي باش ندخل لافاك، تنفق مع جوج الليل تنحفظ الدروس كذا، تنجبد الاوراق كذا، تنسول الناس شنو هذه شنو هذه. العام الثاني غادي وتنقراطي، غادي وتنهبط، غادي وتنهضر، غادي تنهبط حتى وليت تنمشي للجامعه غير باش نشرب قهوه ونرجع بحال. المهم مال الدار صحابهم واش تنقري في الجامعه، تعطلت فيها بزاف صحابهم واش في شي
بروفيسور تمايا تنقري الثقافه البريطانيه بريتيش كالتشر ولا شي لعيبه بحال هكايا. دابا خرجت من الجامعه، المهم غادي نسول لكم شي امريكي ولا امريكيه هنايا، ندير معاه استجواب باش تعرفوا المعلومات اكثر. المهم نقلب على شي امريكي وشي امريكيه، غير هي ما غاديش نصور لهم الوجوه. هاي هاي، كان اي اسك يو بليز؟ ام فيري تايرد. هاي ماي نيم از ناصر فروم موراكا. او ام اكشلي نا نايس تو ميت يو. سو از ات بوسيبل تو اسك يو ا فيو كويستشن؟ شور. So I'm from Morocco and I have some friends from Morocco. They want to study here. And I just came here across and I found this university. And I just want to ask you, how much does it cost? Do you know my accent first? Do you understand what I'm saying? Yeah, I do. Okay, because my English is not that good, right? It's good. No, I don't believe that. So, I'm in a master's program, so it looks a little different. Okay. I'm not quite sure, but that you can find that information online. So what is the name of this university? It's University of Colorado, Colorado Springs. Oh. UCCS. Okay. So because I... Right here, UCCS. UCCS. Okay, yep. So you are a master's student? I'm a master's, yeah. So you studied somewhere else and you graduated, you came here? Yeah, but you can get your bachelor's degree here. Really? Yes. They do undergrad as well. Wow, sounds great. Yeah. Oh, thank you very much, Ashley. Yeah. Yeah. And have a nice day. Thank you very much. Yeah. I really appreciate your help. Yeah, no problem. Thank you. خوتي خواتاتي، دابا وصلنا للجامعة، وصلنا كاع دخلنا لها لداخل. دابا كما تتشوفوها هي الجامعة، الناس اللي والصراحه الجامعه يا سلام، والله الا شي حاجه يا سلام. فيها فين الناس تيسكنوا هنايا، ولاني غالي بزاف. فيها تجلس هنايا ولكن تتخلص بزاف، تتخلص واقيلا شي 12000 دولار باش غير تسكن. غاليه بزاف ولكن القرايه يا سلام. كما تتشوفوا فيها، المهم نمشيو حنايا. المهم نتمنى تكون استفدتوا من هذه المعلومه. هذه الناس ما بغيتش نخبي عليكم هذه المعلومه، سولوني الناس بزاف. ها زهري مع القنيات، قلت لكم راه اليوم زهري مع القنيات، راه قنيه صغيره. المهم نتمنى نكون استفدتوا من هذه المعلومه هذه. تهلاو ليا في راسكم، و الا كانت عندك شي تساؤلات اخرى ولا شي حاجه طرحها عليا في كومونتير، نقدر نجاوب. نقدر ماشي نجاوبك حيت عارف عليها معلومات، نقدر نقلب على معلومات باش نفيدك اخويا ولا اختي. المهم انا ديما في الخدمه ديالكم الحمد لله. خوتي خواتاتي، كنت دايز من هنا للجامعه وانا نشوف هذه المدينه هذه. واو، على على منظر زويون بزاف. جات هذه المدينه هذه، انا ما ساكنش في هذه المدينه هذه، بعيده عليا بزاف. راه جيت على رجلي، جيت ما وقيلا شي راه جاي ساعه وقيلا، جيت على رجلي. المهم هذا النهار هذا عندي واحد نص نهار خاوي، وجيت باش نوريكم هذه المعلومات هذه. والصراحه هذا المنظر جميل جدا، شوفوا الجبال لهيه وشوفوا المدينه لتحت. نقدر نمشي لشي بلاصه باش يبان شي منظر زويون، نبقاو معايا. واو الصراحه منظر جميل جدا، تتشوفوا هذه الغابه هذه، ومن من تمور هذه الغابه تتلقاو واحد المدينه، مدينه كبيره الصراحه. هانتوما تتشوفوا كبيره بزاف. وعاوتاني مدينه اخرى جيت ليها على رجلي باش تعرفوا بالله، راه ما تنحسش براسي من تنكون تنصور، راه ما تنحسش براسي كاع، تنكون غادي غادي وتنهضر، غادي وتنهضر حتى تنخرج في شي بلاصه. راه شي نهار غادي نخرج في بوقنادال، ولا نخرج في قنيطره، ولا نخرج في شي بلاصه، نخرج في شي مدينه مغربيه غير بهاد المشيه هذه. خوتي خواتاتي، في هذا المنظر الجميل هذا جدا. دابا هذه جامعه ثانيه، ماشي هذيك الجامعه الاولى اللي شفت، دابا جامعة أخرى عاوتاني هنايا. تقدر تقرا فيها بزاف الحوايج، تقدر تقرا فيها الناس الماستر، وتقدر تلقى تقرا فيها الناس غير الباك، الناس اللي شدوا الباك وبغاو يجوا لهنايا حتى هي تقرا فيها. هادشي اللي عندي أنا في المعلومات، وإن شاء الله بحول الله نتمناو تستافدوا، نتمناو هادشي اللي بغيت. أنا جاي دابا قاطع ساعة و15 دقيقة غير باش نجي لهاد اليونيفرسيتي هادي، لهاد الجامعة هادي، باش ان شاء الله بحول الله نسالي هذاك لي كيستيون، هذاك السؤال ديال الناس اللي ديما تيسولوني في الفيسبوك ديالي. ناصر شوف لنا الجامعات، ناصر شوف لنا الجامعات. لذلك ها هما الجامعات اخوتي، نتمنى تستافدوا من هذه المعلومات هذه.
and always hesitating, kryptonite desires set my heart